مشاعر الأطفال كلها في بداية المراهقة. ففكرة الحب حلال ولا حرام أجاوبه لولادي إزاي وأشرح لهم المعنى الحقيقي إن الحب ده يعني مشاعر مقدسة جميلة، ولكن لازم تتعامل أو تتطبق بسياق معين محترم يتناسب مع الدين. صحيح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه وبعد. لو احنا مطالبين دلوقتي نكلم أولادنا وإخواتنا عن الحب قبل الجواز أو عن الحب في الفترة دي، احنا زي ما حضرتك بتقولي نقول لهم إيه؟ احنا نقول لهم نفهمهم معنى الحب الأول. صحيح. نفهمهم إيه المعنى؟ هل المشاعر اللي الشاب بيحس بيها لما بيشوف حد أو بينجذب ليه هو ده الحب أصلاً؟ ولا أنا فاهم أصلاً الحب غلط؟ يعني احنا عندنا مقولة حتى في التنمية البشرية أو في العلوم النفسية بتقول يبدأ الحب حين ينتهي الحماس. الحب اللي هو ناتج عن التجربة، عن المعاملة، عن المواقف، عن العشرة. إنما أنا شفت حد انجذبت إليه ده مسموش حتى علميا مسموش حب. احنا مجازا بنسميه حب، بس في الحقيقة هو انجذاب. ده كفاية يبقى أساس لعلاقة؟ الإجابة لأ. صحيح. القبول مهم، إن احنا نشوف بعض نقبل بعض ده في غاية الأهمية، ولكن احكم ان انا بحب الشخص ده او ان احنا علاقتنا كده هتبقى ناجحه ده مش هيحصل غير بالتجربه. معاك، بس الكلام ده احنا هنقوله للسن الكبير شويه، 18 19 وطالع. انا بتكلم على الاطفال الصغيرين اللي هو 13 و14، اللي انا ما ينفعش اقول له لا الحب حرام. لا انا لسه ما قلتش حرام، ما قلتش لسه حلال نموذجية. ولا لسه ما قلتش حلال او حرام. اول حاجه قلنا نبين معنى الحب ايه اصلا. الحب مش حرام. طبعا. طبعا مش حرام، لا، بس مش الحب اللي هو اللي بيطلق عليه دلوقتي حب والتجاوزات ولا احنا بنحب بعض ونتجوز طبعاً. ده ليه حكم هنقوله، ولكن احنا بنتكلم على اول حاجه نبين ايه هو الحب اصلا. انت افهم اعرف المفاهيم الاول، دي نقطه. رقم اتنين بنقول بعد كده الحب ده اطاره ايه. لازم نقول برضو لاخواتنا واولادنا تحبوا إيه بعض ازاي. اطاره ايه؟ يعني احنا هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن السيده عائشه من احب الناس اليك قال عائشة، ويقول السيدة خديجة إني رزقت حبها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيصرح في مواقف قدام الناس بالحب. بس إطار الحب ده إيه؟ زواج. إطاره صحيح. يبقى الإطار في غاية الأهمية عشان نعرف نقول الحب ده عبارة عن إيه، ونفهمه بقى المعايير زي ما كنا بنقول. اللي أنت حاسس بيه دلوقتي ده اسمه إيه، والحب في الحقيقة إيه. سلوكياتك بقى. أيوة. سلوكياتك، لأن في الآخر الحب ده مشاعر. الحب ده مشاعر. حب حلال ولا حرام؟ زي السكينة حلال ولا حرام؟ زي الكوباية حلال ولا حرام؟ في الحقيقة الحب دي مشاعر. ممكن المشاعر دي تدفعني لحاجة كويسة، ممكن تدفعني لحاجة إيه؟ وحش. سيئة. مع الأخذ في الاعتبار برضو يا مولانا التفريق ما بين فكرة الحب اللي هو بيجي تراكمي جدا وبيتبني مع الوقت وبالمودة وبالرحمة وبالألفة والرغبة، لانه في ناس بتفسر او بتخلط ما بين المعنيين. لكن صحيح. هنا تيجي البنات صحيح. تسالك تقول لي ايه، طب هو يعني مثلا لو انا قاعده متزينه قدامه شويه ده حرام؟ طب لو مسك ايدي؟ طب لو بص لي؟ طب لو قال لي كلام مثلا فيه حب، هل ده كده حرام؟ فهنا بالظبط كده هو اللي بيحصل ايه، ان المشاعر دي بتحفزني ناحيه سلوك معين. ايوه. المشاعر دي لو ودتني لسلوك حرام يبقى المشاعر دي نفسها انا مفترض اجاهدها وامنعها، ما خلاهاش موجوده لانها سكتها ودتني لسكه محرمه. طيب لو انا شفت حد انجذبت اليه او شفت حد زوج صالح او زوجه صالحه ودخلنا البيت من بابه بقى جواز وانا حاسس بحاجه ناحيته، المشاعر هنا حكمها مش حرام. كويس. يبقى الاحكام على الافعال والكلمات والتصرفات، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا. قال لنا ايه؟ ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها. خواطر اللي جواك، المشاعر اللي جواك، ربنا سبحانه وتعالى بايه بيتجاوز عنها، هيحاسبك عليها. بالظبط. انما اللي لما تطلع الله يفتح على حضرتك، يعني اللي بترجمه انت لافعال وكلمات هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك عليه. حبيت وقلت كلمه حرام، عملت تصرف حرام، ربنا سبحانه وتعالى يحاسبني عليه، وده ياخد يعني يا مولانا لو قال لها انا بحبك ده حرام؟ قال لي مين بقى؟ لخطيبته. قال انت بتتكلم على المخطوبه ولا في فتره الطلاق؟ هما مخطوبين. المخطوبين، وجه خطيبته قال لها انا بحبك. كويس. او هي قالت له انا بحبك، ده في غايه الاهميه. الكلام في النقطه دي في غايه الاهميه. ايوه. ليه احنا بنقول فتره الخطوبه دي فتره عقل مش فتره مشاعر؟ ليه؟ يا فتره الخطوبه من الجواز ولا من الاختيار؟ يعني فتره في اي مرحله فيهم؟ فتره في مرحله الاختيار. مرحله الاختيار اللي بتبدا بالتعرف لحد العقد او الزواج.
كل دي اسمها مرحله الاختيار. يعني ايه مرحله اختيار؟ يعني لو لقيت حاجه فيها مشكله اكمل ولا ما اكملش؟ ما اكملش، بس اتيقن واتاكد ان احنا مش مناسبين لبعض. طيب طول ما انا مطالب مني اخد قرار المفروض ما احفزش المشاعر، لان لو حفزت المشاعر اللي قدامي هتصرف غلط، مش هشوف ده غلط، مش هشوفها اخطاء. اما انا اقول لها بحبك هترد تقول لي انا بحبك، وبعد كده الكلمه تجيب كلمه وتجيب تصرف، يبقى العقل مش موجود في بقيه العلاقه. يبقى احنا نشغل العقل ونطفي القلب شويه دلوقتي شويه لحد ما ياخد القرار. هنقول طب ما احنا خدنا قرار خلاص، اتخطبنا سنه منهم ست شهور خلاص اخدنا القرار. الاجابه لا، الاجابه لا. طول ما لسه ما فيش حاجه رسمي لازم نفضل مشغلين العقل، لان انت لسه في حل من انك تكمل هذه العلاقه. ده امر. الامر الاخر، الحلال والحرام الشرعي فين؟ دي امراه اجنبيه عنك، كل الحكايه ده وعد بالزواج. تمام. وعد بالزواج يعني بنشوف واحنا الاثنين مناسبين لبعض ولا لا. في التزام بيننا طبعا، في التزام، واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. صحيح. معنى وعد بالزواج يعني انا غير ملزم بشيء. وعد بالزواج يعني مرتبه اقل واخف من الميثاق الغليظ اللي اسمه زواج. مرتبه اقل. مطلوب مني ايه؟ مطلوب افضل جوه معايير الشرع، والشرع هنا موافق للعلم. صحيح. اهو بنقول علميا، انت لو قلت لها بحبك وقالت لك بحبك، بحبك او بحبك والكلام ده، انت دلوقتي ايه؟ وقفت العقل، شغلت المشاعر، شوشت على قرار العقل.